بعض انا نتوالف وشفتي حدايا، ما ظنيت انا تفارقو كنتي معايا، عطيت قلبي وخليتيني انا مغروب قلبي مجروح. شوفي الدنيا دارت علي قولي لي يا وشر. السلام عليكم، معكم رضوان، واليوم بغيت نحكي لكم القصة ديالي. القصة بدات في مدينة المحمدية، كنت كنعيش انا والوالدة والوليد وخويا المهدي. نهار توفى الوالد وقفوا علينا الوراثة اللي هما امامي وقرروا انهم يخرجونا من الدار، ما بغيناش نجبدوا الصداع والمشاكل على قبل الوالدة. وقلت لخويا المهدي يلا نهاجروا من هذه المدينة، وفعلا مشينا لمدينة الدار البيضاء. مرحبا. هاد البيت هذا راه الله كريتو لواحد السيده الله يعمرها دار ساكنه ابو حدا. اجي معاك. ها البيت اللي قلت لكم، ها هو شوف راه فيه شريجم تبارك الله ومنفس. ها كان فيه واحد السيد الله يعمرها دار تا هو البارح فوق. جيد ومرحبا بكم. ها هو البيت. بسم الله. زيدي تفضل. مرحبا. كتب لكم هاد البيت هذا راه مخير، غير انا ما نبغي لا مشاكل لا صداع. الله يرحم الوالدين. كون جمول جمال لا تكون. الله يرحم الوالدين. خذوا راحتكم ارتاحوا. الله يرحم الوالدين. حاج شوف، حنا راه ما عندنا لا ما مشاكل لا والو، ان شاء الله غادي نهنيوك من المشاكل. انا راه بيه خير، جيت انا والوالده واخويا دري من المحمديه، جينا حنا بعدنا خلينا الصداع بعيد وجينا ترونكيل هنايا الكازا باش نخدموا ندبروا على راسنا. الله يجازيك بخير الحاج، غادي نطلبك واحد الطلايب. انا وخويا راه ما خدامين، ما عندناش نديرو شي طوايب لا في السوق انا وياه ونبيع ونشري. الا كتعرف شي واحد عنده شي طوايب يكري علينا ولا يبيع علينا، الله يجازيك بخير. بخير ان شاء الله، ما نبغيش غير المشاكل. الله يرضي عليك. ما نبغيش غير المشاكل. كون ما عنديش ما ندير غير الصداع. الا كون هاني الحاج. ما تحشمونيش وصافي. هاي البركه ديالك. كون خير ان شاء الله. سير الله يحفظك. تبارك الله عليك. يلا الله يعاونكم. كي جاك الماحي للوالد؟ الحمد لله وليدي. على كد فلوسنا وصافي. هادشي اللي كاين. ما كرهناش ما كبر، ولكن هادشي اللي عطا الله. الله يصون. مهدي ادويش مع السمسار. قال لي غادي نشوف لكم شي طوايب ان شاء الله. فين تبيع وتشري. غادي ان شاء الله إذا لقينا الطوايب لا. بغينا نبيع ونشري حلال طيب. ما بغينا لا صداع، لا مشاكل، لا والو. الوالدة ما قادة على هادشي. كون بقينا قادين على الصداع كون بقينا شم كاع ما نجيوش لهنا. الله يصاوب صافي. والحمد لله لقينا بيت على قد الحال، وكيف ما وعدني السي الحاج ما خيبش الظن ديالي. لقى لينا طابلة فين نعمر فيها انا وخويا شي بيعة وشراء. 30 ريال بطاطا. معنا 30 راه غنديو الغاره. كاين عندك البطاطا خيزوالو؟ لا خيزوالو. ها كرخه شو واحد. كيف ما كتعرفوا واخا الحلال صعيب شويه، ولكن كيبغي غير شويه الصبر. كيف ما كيقول المثل، اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع. زيد الفلاح اليوم راه تاورا الفلاح تاع الصباح. هل تم أقول كيلو؟ كيلو شونا واحد كيلو شونا لحية كيلو سقد قد دخل والدي هاك اللحية. الله يحفظك ليه. الله يسهل. الله يحفظك. هذا مفدر بعد ما فهمنا فيه والو وحق الله. ياتك وديري الفلوس وحنا بوفرية واكفين. ما فهمتش انا والله ما فهمت حاجة. شنو نديرو الملقطة؟ شنو هما العروبي وشنو دايرين؟ اري حنا نمشي دابا نحا نقول لي 1000 فرنك ما يعطيش 1000 فرنك حاجة أخرى هذيك عاود. السلام عليكم. صاحبي راه دبر عليا. سير اخويا خلينا نترزقوا على الله. ترى دبر عليا وخدم الله يسهل عليك. هاك اخويا سير بحال غدا وجد لي راسك حمرا اخرى بحال.
لا حول ولا قوه. هادو مالهم؟ رجل فوق الفرنك عطيه لي من بعد من المشي. الفرانك اليوم وغدا غيتسرع لك عاوتاني وغيجي ياخذها. لا عاود هذيك الساعه غتكون الهضره. ما بغيناش المشاكل. صافي سير اخويا. السلام عليكم. شحال لو جرى اللي شفتك اش كنتي فيها قبل ما نخمم انا عطيتك قلبي احلفت نبغيك ونديرك في عينيا ونعيش معاك وتكون مكتوبي سبين بس قلبك مازال ونيا لا 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 سيب كيسا نبغيك لا 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 حنينة وتحس بيا دوار دفع نجي وزن شوفو ديك الطاقة مزيانة ولا شارية هادي الغراب مالك موقع لك والو لا بعد انت موقع لك والو لا لا فين كتسكن راه هنا انت فين كتسكن احنا يلا جينا سكننا في كازا حيت عمرك بنتي ديال هنا مرحبا بك الله يبارك فيك خلي لي هنا شوف انا عيط شكرا سمح لي شي مشكل ومطاطا اش اش انا رشي حمراء سير بحالاتك من الاحسن وديما نجي نلقاك واجد اصحط لك لي حمراء خلينا نشوف حالاتك ما ما عطاشينيش شي ساعه انا ولي قاعد يلا سير بحالك كان كشي مدار واحد البرا شكون هما هاد البراش هاد هاكا شي شكون هما هاد البراش صافي داك ديال اللي جا البارح قال لي 1000 فرانك مع 1000 فرانك عاود جا عاود ثاني اليوم باغي 1000 فرانك خويا غتولي مدبر لينا على شي مونتيف وحق الله شي مونتيف واش بغيتي نبقى نعطيك 1000 فرانك شوف الوالده ما قادت على الصداق حنا جايين نترزقوا الله حلالا طيبا غنوليو ضاربين شي واحد ولا غاديين عليه الحبس هذيك المراه غتشرد وافهمها خويا دابا موقع واش لا طلع عطا خويا طلع تكلم الوالد الله يرحم لك الوالد ما واحد جوج كيلو راه عند حمص اسير اخويا خودي 90 خودي هاك طاو مادي انت غتجي لدار واش انا كراش كوشر صافي بما كونت راسي وغنجي ما تقولش لي بما كونت راسي وغادي نجي غنجي غنجي دوي مع بابا وديك الساعه يحل الله انا نتقاتل على قبلك واش ندوى معاه وانا ما عنديش انا بابا باغي يجوزني ولد عمتي افهمني وبابا باغيه انت شي باغاه ما باغاش انا باغي نتقاتل معاك وانت كتقول لي واش انت شي باغاه صافي عطينا من هنا واحد الشهرين ان شاء الله بما جمعت راسي ونجمع فلوس وغنجي عنده وديك الساعه غنجيب وجهي احمر غاجي غاجي دوي معايا نكون ديالك هذيك الساعه نتقاتل معاك ندير اللي كان مهم نكون ديالك
صافي يكون خير. من بعد 3 شهور ديال الحب والغرام خويا المهدي ولا كيفكر في الزواج، ولكن ما خدامش. اشنو غادي يقول والديها؟ خذ السيناريو السيناريو. السلام عليكم اشرف. وعليكم السلام. اش هادشي ديال اشرف؟ انت شكون انت؟ معاك المقدم. شرفينا. اش كبان ليا الشاوده خديت مشاركه ديال الدوله؟ كنبيع البطاطا. تبيع البطاطا ولا بيع الغبره؟ سير اخويا بدل ساعه اخرى الله يرحمك. غندير معاك شي حل. سير لي في جهدك ديرو. غندير معاك اللازم. لا حول ولا قوه الا بالله. سير اخويا الله يرحم لك الوالدين. واخا شريف انا غادي. لا حول ولا قوه الا بالله. سير اخويا خذ خذ خذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش هادشي ديال لينو؟ اش هاد الشركة كنترزق على الله؟ عرفنا كترزق على الله، ولكن هادي ابارتمون ولات ماشي. اش من ابارتمون كنترزق على الله؟ هاد الارض راه كتباع عادي، عندك فلوس باش تخلصها؟ كيفاش عندك فلوس؟ انت دابا كنبيعو البطاطا غنخلصو عليها. بلا بطاطا، ديما دير لينا المشاكل. اش من مشاكل سير الله يهديك اصاحبي. ديري ديري هاد الميزان. كيفاش ديري هاد الميزان هذا؟ انت والله ما بديتو هاد الميزان يا. تعدو هذا القيد. انت وكذا انت. تعدو هذا كنمشيو بالقانون. الميزان اصاحبي. كنمشيو بالقانون. هاك. واش نمشيو نبيعو الحشيش ولا شنو؟ صافي دابا تديو هذاك الميزان. ما هذاك الشيء كامل جماعة هذاك. شنو هذا الشيء هذا شنو؟ إذا بغيتي هذا الميزان ديالك طب عليا هذا الشيء وغدا جي ليه. الله ياخذ فيكم الحق هذا الشيء اللي نقول لك. صافي ما بقى والو أسير ها هو. أخونا شبعنا الطريق الله يحفظك. الله يرحمك الوالد. ومتى خويا هاديك؟ نمشي ديال اش هادي خويا؟ راه عليا عشيري باش كنجيب ديما. ترى انا واقف معاك خاص 14 في هاد الوقفة واخا ما تحركش. سير الله يرحمك الوالدين اسمح لينا الله يحفظك. الله يرحم والدي رد ولد مره كاين هاكم الصراحه والله ما خاصه خويا جيشي راه يلاه كش غنعيط لك هز معايا خويا السلعه نحطوها في الطابله نبيعو ونشريو خويا ما عطيتش انا ما كتبغيش تقدام عاد جي تبيع هز معايا خويا ما بقاش باغي والو انا صافي كيفاش كيف سمعش اش كتقول اصلا مالك عقلتي ما عقلتش ما والو ردوا الميزان شكون هو خويا اللي دار الميزان قايد ومقدم ويلا اخويا نمشيو عندهم اخويا ناخذوا ميزان ديالنا ما يعطوك لا ميزان لا والو بلبلت معاهم اش كتقول اصاحبي راه ما هضره ما والو هادي اصاحبي خويا دابا غنتبع طريق الحرام ما بقيتش باغي الحلال سالين خويا راه طرف الخبز ديالنا هذا اصاحبي اش غنديروا به الله يرحم الوالدين بلا ما تبقى تزيد معايا في الهضره ما بقيتش باغي والو اش غنديروا بهاد الماطيشه اصاحبي قول اولادي راه حريره ولا دبر راسك تشويها لا حول ولا قوه الا بالله مالك وليدي مالك داخل كاعي عافية الوليدة وصحت ولا عندي صحت ولا صحت ولا صوب الله وليدة يوم مع ولدك الوليدة بل لي دخل كاعي ما فهمت والو جا نقدم دالينا الميزان من الطابل ملي قلت لي يلاه نمشي واحد نقدم دوما قال لك لا ما بقيتش باغي لا حلال لا والو انا غنوض ندير مشاكل لا وليدي لا راهي لي رانا مريضه مشكله وحق الله الله يهديك اصاحبي هادشي راه ما خدامش اصاحبي بغينا المشاكل راه من غدا غنبداوها ولكن لا اصاحبي حنا راه بغينا طرف خبز حلال نقدم دالينا الميزان للوالده غنمشيو عنده ونطلبوا داكشي ليك نمشي انا وياك نزاوقوا فيها بان الميزان نبيعوا ونشريوا على راسي انا نمشي معاك اش كتبغي دير فيها مكلخ ولا شناو انت راه شتي كلشي بعينك جا داك باغي فلوس عطيناه فلوس بشاف حالاتو جا عاوتاني مقدم باغي يحكر علينا دانا الميزان مالنا خويا حنا مساخين هربانين من ديك المدينه حنا على قبل المشاكل ولكن دابا امي صافي غنقلب على المشاكل شوف وليدي حنا راه ما قادين على مشاكل لا والو كنقلبوا على البارده الله يهديك الوالده امشي انا قريت تعيت وفي الاخر انا مصيري هكا راه حشومه راه عيب ديبلومات عندي انا يا مليوحين اللهم صافي الوالده نخرج لها طايطه لا وليدي خوك راه باغي لك الخير دابا انا اللي ما مزيانش ياك
انت لا عندك ديبلوماش، انا راه عندي باك، راه هو معلم. اشنو درت بيه؟ غاتجي فاش مشيت دفعت للبوليس وقال لي خاصك 4 مليون. وانا مريح معاك، انا دابا كنبيع في الطاطا واش انا كرهت فيه؟ ولكن ملي داو لينا الميزان راه بغيت نجري على طرف الخبز، ما بغيتش نفلتو. نحيدو الطابلة ونمشيو حنا نبيعو الحشيش ولا نبيعو الفانيد مزيانة، غنمشيو للحف ونخليو هاد المرا هنايا تشرد بوحدها يضربوها الحيوان. راه هادشي اعلق لمصلحتك ومصلحتي ومصلحة الوالدة، اما راه من غدا ندبرو عليها. نوضة وليدي نوضة، تبع خوك، راه ما بغيلك لا مشاكل لا والو، تا هو راه كثار منك مضرور، راه ما باغيلك على الخير. كيف ما كيقول المثل، الا ما غناتك الصنعه تعيش، وانا وخويا كنا كنقراو، داكشي علاش ما تعلمناش شي صنعه اللي تقدر تفيدنا. البيع والشراء العشوائي كتحاربوا الدولة، داكشي علاش شداتني الدوخة وما بقيتش عارف مندير. خويا رضوان انا ما قصدتش نجرحك ولا نغوش عليك، انت راه خويا كبر مني وكنحترمك من الصغر. انا خويا راه بقى فيا الحال، داولنا الميزان حقرونا، مش حنا خارجين من ديك المدينة خويا من بعدين غير على الصداع، جينا هنا باش ندبروا على راسنا، بغاو طالعوا لنا فوق راسنا. راه حشومة، انا خويا اعز حاجة عندي في الدنيا هي امي ونشاهد، ما بغيش اخويا نبقى نضرب الكرفة على قبل 60 درهم ولا 70 درهم، بغي ندبر على راسنا اخويا. كان انا بحالك، واش انا شاد الباك باش نبيع بطاطا ولا نبيع البصلة؟ واش دينا الباك باش ندبروا على راسنا، باش نصوفيك انت ونصوفي الوالدة ونصوفي راسي؟ كاين هاد البلاد ما بغاتناش ندبرو على راسنا، الطبيب كيولد طبيب واستاد كيولد استاد ووزير كيولد وزير والخراز كيولد خدار، يولد واحد كيسير السباب بلاد خايبة. ما كرهتش انايا الحرام ولا بيع الغبرة، انا باغي نكحل ولكن حرام، والحرام ما كيبغي الا الله لعبد حشومة ضروا ناس خويا. كاع هاد الهضرة اللي قلت يا خويا عندك فيها الصح، الله يدير لي فيها الخير. صح ديجا قلت لك اننا غنعيشو حياه زوينه، غنعيشو كاينين الفلوس كاينين كلشي، ما تفكر في شي حاجه اخرى. انا غنقول بجوج كلمات، انا راه ما كدوش لي، انا راه ما كنحملكش، ها باش فهمني، انا دايره لخاطر البابا، علاش خارجه معاك؟ مهدي شكون هو هذا؟ صافي شلبش بدلشيني مهدي، راه انت ما فاهم والو المهدي، خلينا طرونكيل المهدي، خليته مرة أخرى وغادي نقول لك شنو كاين. دابا غصدقة جابت لي صداع مع الدار. فين هو غنموت معاك؟ غريب علينا السقف وأنا ما نفوتكش، بدلاني بهذا. فين كتعرفي الإشكال هذا؟ أنت غاسكت. مهدي عافاك دير ساعة أخرى مهدي. دير ساعة أخرى؟ مهدي غتجبد لي صداع المهدي، سير. ها هو راه بحالي. إلا ما عندك شي خدمة مستقرة بلا ما توعد شي بنت الناس بالزواج، حيت غير تعذب معاك كيف ما كتعرفوا الزواج راه مسؤولية ماشي تفلية. انت ظهري مبقى صحة مبقى جهد، الدوخة وشد الراس اللي تعمرتو فين كيني. وليده
مع الاسف الدراري الوالده ديالكم عندها ورم في الراس، انا ما قدرتش نقولها لها لداخل، كنت نصدمها ولا شي حاجه، خليتها تنقولها لكم نتوما. واش ما كاينش شي حل لهذوك الشغل؟ كاين الحل ولكن صعيب شويه، كيطلب شويه الفلوس. انا ما قدرتش نقولها لها، انتما ما غاديش تبينوا لها حاولوا كيفاش توصلوها. واش يلاه في البدايه ديالو ولا شنو؟ ويلاه بدا، يلاه بدا. دابا هي ملي غادا تدخل عندي غادي نقول لها راه العيا وطاقاتي باش غادي نعطيها شي فيتامين ولا شي مونتي باش يجيك بخير وتشفيها. هذا الشيء اللي كاين ويكون خير ان شاء الله، نتمنى لها الشفاء. السلام عليكم. نضرب وليدي التحرير خرجوا مزيانين. لا خرجوا مزيانين اموي. ملي شدوا خا الراس والدكتير. هذاك العصاب اموي. وليدي الا كانت شي حاجه عا قولها لي داك الشيء. لا لا ما عندك حتى حاجه اموي، ما عندك حتى حاجه. شي قدر ديال الله. لا ما نكذبش عليك اموي. انا نعطيك شي فيتامينات وهذا ما غيبقاش عندك هذاك الصداع. الله يرحمك. ما عندك حتى حاجه، ارتاح. الوالده جاها المرض الخايب في الراس وخافها عمليه ب 10 المليون. كيف ما كتعرفوا السبيطارات عندنا في البلاد ما كيديروش شي حاجه لوجه الله، عندك الفلوس غادي تقاتلوا معاه، ما عندكش تسنى المكتب. واش غنبقاو نتفرجوا في الوالده حتى تولي ميته؟ خصنا نديروا شي حل اصاحبي. هو كاين واحد الحل. اما هو واحد الدري كان كيجي المحمديه عند خالته بزناز وماضي وعندي النمره ديالو، نعيطوا ليه هو اللي غيقضي معنا هاد لافير. لا لا خويا ما عندنا ما نديرو بالحرام، ما قدو فيه زادو فيه. لا شوف شي الوالده تموت منين غنجيبو هاد الفلوس هادي؟ وزعما هادشي زعما مسوقه صافي على حساب ولا مشينا للحبس اصاحبي؟ نمشيو للحبس لا والو، واش فعلا وسكت وبالي اخويا فاش كتسنى؟ المهم انا غنعيط ليه غنطريط على لافير باش ما كان نجي عندك صافي. في الله اسيدي راه غنديك عدد الريفير هذا، راه مافيوزي وبزناد مقاو اقرا وصيص اخو البوليس كيحتارمو وكلشي كيحتارم. ها هو يعطيك 100 كيلو خاصك ترجع عليه فلوس، فهمتيني؟ ما تحسبنيش معاه صافي، اديني عنده وخليني مني ليه وكون انا راه قاد براسي. غنديك عنده دابا يلا ريفيرا خوتنا جاو. فين السعد؟ فين اخويا؟ هاو الدري راه جبتو ريفيرا. الو ميش جرام؟ انا جاني جوده. تو المهدي نعطيك واحد 50 كيلو تصرفها وتجيب لي رزقي، ولا درتيها ولا ها غتندم. كون هاني عطانا الحشيش ارجع الله ورزقك غتلقاه فوق الطابله. لا ما شي سلام ليش مشي نجيب الساك؟ هادشي كامل صاحبي
شحال هنايا 50 كيلو غير خاصنا نرجعوا لي فلوسه في دقه واحده. وعلى قبل الوالده اخويا ما عندنا ما نديرو نموتو معاه وصافي. وراه على قبل الوالده صاحبي على فلوس العمالين. شكرا صاحبي فحدو من الوالده. ما هذه الطريقة أخويا راه ما عاجبانيش وحق الله. كيفاش ما عاجبكش؟ ما مرتاحش. علاش ما مرتاحش؟ شي حاجة قول لي. مش حنا صاحبي كنا كنبيعو ونشريو في الحلال شوية قلبنا حرام. وانت راك عارف أخويا الطريقة يا آخر شي حبس ولا موت. أخويا طريق الحلال ما عطاتناش 70 درهم في النهار وما قنعناش. المهم راه اللهم القليل ونكونوا قانعين به ولا الكشير ونوليو جايبينها في راسنا ولا تولي مآدية ديك الوالدة. كنقول لك واحد المثال غامر أو غادر وغامر صحيبي وريسك على راسك. وهذاك الشيء اللي كندير أخويا حنا خدامين معاك دابا ونشوفوها فين غتخرجنا. خويا شدت المية هادي قطع صوت ديال المية وديال الميتين. ما عمرنا كنا كنتوقعوا شي نهار غادي نوليو تجار مخدرة ولكن راه ماشي لخاطرنا حيت كنشوفوا الوالدة كتموت كل دقيقة قدام عينينا. الله يسمع لينا وصافي. زيد 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 هذيك الفريق ديال عندي. هذيك الفريق شد اسير اسير. السلام عليكم. هو كار كرولة باش نجي عندك نعطي عليا اخر جوال باغي تشتري ليا جوال. راه هذيك راه وسير حيد زيد عشي وسير اصاحبي راك مايا هذي تسحب راسك تكمل في كازا. ميشي زيد راه نقرر الاخرى فين اخويا؟ انا خاشي 100 غرام دبرتها على راسي. ناقصك 100 درهم. غدا انا معاك اخويا ندبر على راسي. ما لقيتينيش عطا الخوان. صافي ما حصل ما حظ. زيد زيد. شي 100 دوز عندي. قال لك 50. اعطي 100 اعطي 100. زيد زيد زيد. سرده. شحال ميشي؟ شنو هو سي الله يحفظك. ما ديال الله خويا كتعرفش شنو جايين نحيدو منها. السلام عليكم. مقدم حزياز. ولا عيط في دابا كما كاين دابا اخويا هذاك السيد اخويا اللي هضرنا معكم عليه راه ولا حيدنا ليه الميزان حيدنا ليه الكوالا حيدنا ليه الطابله راه ولادي خليناه تمايا غيدير لنا شي روينه كاع عباد الله ولاو باغيين يديروا كرار تما. ودابا راه ولا تيبيه الحشيش وتيبيه الفانيل وكيروح لك الزناقي لداخل في الناس. شنو الزنقه اللي قالتها الحشيش؟ يبيه في الزنقه ديالهم نيت. شنو الزنقه؟ زنقه 16 فين تيبيه؟ فين لقيناه؟ فين حيدنا ليه الطابله وحيدنا ليه الزنقه 16؟ اه متاكد من الزنقه 16؟ صافي سير الله يعاونك. الدوري رقم واحد 43 هناك تدخل في الزنقه 16. الزنقه 16 انا قريب عين المكان. شبابك صاحبي بشوية صاحبي بشوية اخويا انت اللي جايب دور صاحبي على الله يسال صاحبي وانت اللي جايب الجلال انا جايب بشوية الدور ديالك انت كتبدا وليتي مهرس ليا صاحبي كتبدا الدور انا جايب بشوية حشومة عليك اصاحبي والله حتى حشومة عليك والله شوية عليك عشيري واش نديرو دابا اخويا اش كاين دابا وانت غنعيطو كوستاطور ولا غنديرو شي حاجة تافوشي فاصاحبي خويا تعيط لي كوستاطور اخويا
واحد جوج دازو مهنا دابا عندنا لك سيده واحد خوتنا مهم دازو مهنا ياك جافع فلحت لهم الشكار علاش تبعونا صاحبي راه طاح بيا الموطور صح ضربتهم في الشكار عاد هربت لي مشكله صافي واش غنديروا دابا مع الريفير صافي اخو ما عندنا ما نديروا مصيبه صاحبي وحق الله الوالده كاينه هاي كاينه اخويا طلعت حيت الجاكيت او بدلتها على قبل الشهور هاد الماطره اش غنديروا فيهم داك شنا هو بدو يكون خير مو مع الريفيري ومع الريفيرا طلع شوفوا الولد الو وي كيفاش كيفاش تبعو كل موليسي لحتي السلعة ما فهمتش شنا هو وتعوض ليا قالك تبعو البوليس ولا حس العرق اللي غنعوض لك ماذاش غدير معاه دابا غندير معاهم اللازم ها ما ماتش وفاء عائلته تماما كاين وخو وخو امو امو بغيت تحضر كون هاني ها كون هاني نعول عليك ياك كون هاني قوم بهذه المهمة يضحك علينا السلام عليكم لالا عليكم السلام انت ماما المهدي وردوان اييه المهم ولادك راه كاينين عندنا في الكوميسيريه ياك ما كاين باس المهم داروا واحد المشكل حتى تما غتعرف ديالاش حتى تما غتعرف الله يرضى عليك اوليدي قول لي تمشي معنا مرحبا ياك ما كاين باس تفضلي حتى تما غتعرفي صافي سلعتك راه غنجيبوها لك اصاحبي راه قلنا لك شبعونا البوليس لحنا النص وباقي النص يلا بيعين منه شويه شنو هو والله واش ادي الواليده تشوف معايا الاخر الو الو
قجة مرحبا واش تهلاو في كاد الناس ولا والو وليدي اللي جايبيني هنا انا ما فاهمه والو وانا جالسه في داري تلقيت راسي هنا ما فهمت والو حاجة حنا ما عندنا معاك حتى مشكل حنا وليدات كيجيبوا لنا رزقنا ونطقوك وتشي بحالاتك هادشي اللي كاين وليدي اش منك وبينهم ما عندهم ما مشاكل ولا حتى شي حاجه كيفاش تمشاو عندك حاجة ولادك بغاو يلعبوا معايا واللي كيلعب بالنار كتحرقوا اش هاد الهضره كتقول انا ولادي ماشي ديال المشاكل ولا محرضك عليهم شي واحد قولها لي انا وقيل انا هو ديال المشاكل شي ولادك داو لي ساك ديال الحشيش الحشيش كيفاش الحشيش انا ولادي ما كيخدموا فهادشي هما غادي يجيو وغتعرفي واش خادو من عندي ساك ديال الحشيش ولا لا يادي السلام عليكم وعليكم السلام وين الريفيرا بكرش الحرام تقدر تبني قصر ولكن بكرش الحلال حدك تبني بها قبر كنت متوقع هادشي حيت الحرام ما عمرو كيدوب وتعجر المخدرات اللي طحنا فيه ما كيرحمش جينا عنده كنا عارفين ان هاد النهار ما كيبشرش بالخير هادي تربيتي نربي فيكم بالحلال ملي توفى باكم وانا كنجري ونجري باش نطلعكم على طريق الحلال نتوما مشيتو لطريق الحرام علاش درتو فيا هادشي ولكن ما فاهمه والو الواليده اش غنفهم اللي بغيت نفهمو راه كنشوفو قدام صافي الريفير هادشي اللي بغيتي ارتاحي شي دابا عطيك 50 كيلو وردي 10 كيلو واش كتضحك عليا ريفيرا باش تخطف ليا الواليده لا ما اتفقناش على هادشي عطيتيني 50 كيلو رجعت لك 10 كيلو وانت راك عارف علاش تبعونا البوليس ولا حنا السلعه هادشي اللي بقى عندنا شتيكم ما خطفتش الواليده ما غتجيبوش ليا رزقي ياك وليدي وليتو تقمروا بيا وبالحشيش الواليده الشحالين اللي خرجوا راه ماشي هما هادوك مالو اقول لي انت عندك المرض الخايب الواليد صافي هادشي اللي بغيتي يا الريفيرا وليد انا ما قدرناش نقول لك هادشي في الاول قولها لي اللي جابها الله مرحبا بها وما تمشوش في هاد الطريق الحرام اللي نتوما غاديين فيها عطيت الله هاديك مرحبا انا ما نقدرش نشوفك كتعذبي وانا نبقى نبيع بطاطا ب 70 درهم ولا 80 درهم النار راه بغينا نجمعوا لك باش نديروا لك العمليه حيت راه ما نقدرش نشوفك كتموتي قدامي راه ماشي الخاطئ الواليده بيع البطاطا وجيب لي فلوس الحلال الريفيرا والله ما غاتبقى فيك واليده يلا نمشي
الله يرحم لك الوالد. انا مزوقتك. اعتق لي وليداتي راه هما اللي عندي. انا مزوقتك العام ولادك داو لي رزقي. جيت لك نقول حمام على الخروج ها راه فين سرعتي؟ الله يرحم لك الوالدين. انا مزوقه فيك. طلق لي يا ولادي. الله يرحم والدك. كيفاش والدك؟ حبي من أول حياته هم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. هو حكمت عليه المحكمة بالبراءة. قال لك ما كاينش دليل. كيف ما كتعرفوا ميزان العدالة في هاد البلاد إلا بغيتي تطيح الكفة اللي عندك دير فيها الفلوس. الطريقة اللي مشينا فيها خلصناها غالية. والدة ماتت وخويا تشلل وما بقات عندي حتى شي حاجة في الدنيا اللي نخاف عليها ولا نخمم فيها. وقررت انني نتعاقب.